الطب ده يا اخواننا مهنة إنسانية، عشان كده الواحد يعني الدكتور لازم أول حاجة يراعي نفسيات المريض عشان تتوفر له إمكانية العلاج، ولا شنو؟ تأخر الغيب، تعبان شديد. يعطيك العافية إن شاء الله. أوي شيل الصبر بس الأخو. أها مشخن أنا مشخن؟ أنت؟ أي أنت مولع يا أخي. هذا ها؟ وايد تعبان تعبان تب؟ ان شاء الله يا اخوش استدي ما في مشكله اخوش. وين النادي ما بحسه قاعدين من قبل الزول مع الدكتور ده مرق ما مرق منو مرق ما في مريض كيف يتونسوا الدكاتره جوا براو براو تونسوا يكونوا بيفطروا يفطروا شنو هذا الفطر هذا اصبروا انتوا ذول انا ما بصبر انا بخش انا قبالك يا هذا قبالي وين اقول لك الزم الصبر ها انا بخش والله يا دكتور ابي ده ما اتخيل يعني بقدري ما انا كنت متضايق من انه انا سادي لي دكتور عصام الليله بقدري ما انا مبسوط انه لقيتك والله والله انا من اكثر شوق كميات تمام والله يا سلام وياسك دي ما دارت تنتهي ولا شنو مالك عليا خلاها ما تنتهي والله ارتحت من المستشفى وهم المستشفى يا اخي بالغتي هاي والله كلمتك شنو الهام الهام منو الهام زميلتك كان معنا في الباطنيه ليه بدها شمرتك مالها هاي ما دارين عريسها ها داري عريسها مصطفى الهام اه مصطفى الطويل؟ مصطفى الطويل عايل في قسم المعامل ده لا ما ظاهرين وبعلي جاب لها شيلة شيلة مبالغة حدث رايب كلهم يتكلموا بيها رايب عليهم شي غريب جدا ايه أصله ما ظاهر على ونحن ما ظاهر ما دارسينها السلام عليكم والحفظ ايه تمام كيف ومتان وده شيلته وحياته كلها حاجاته كلها ده أسأل عيدي سوم الخميس أنا عيان خميس الجاي ده؟ الخميس الجاي في وش أنا ده؟ لا حول الله يا جماعة أنا عيان لازم تجي ضروري لكن ما بجي لازم أصرف في دكتورة أيوة انا عيان نعم الدكتوره اي عيان انا عيان مؤجزه ها مؤجزه معلش انا عيان مرحبا بك جيت هنا عشان عيان جميل جدا ما متضايق عندي طعنه من جاي تعرف الناس البلد اكلتها مفروقه قبل 3 يوم قبضه مسكتني ها ها بعدين نفسي بنخم شنو لما نقول نفسي بنخم 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 ايوه نفسك ها قلت لك كيف اخبر راسل المعامل هنا بجاي كيف والله كويسين والله قمت نفس ولا ازول ما دقيقه بس دقيقه دقيقه انا عيان تقول دقيقه معلش ما انت شفت الناس اللي برا دين كلهم عيانين الناس اللي طويله داري على الريس هذول قول قلت لي اخبار شنو ها يلا برضو حسن شافه اليوم ده يا جماعه يخطب محاسن اصلا ممكن محاسن يخطب لها شنو اللغه الباربيه يا حاج مالك انت يا جماعه ما قلت عندي طعنه عندك شنو عندي طعنه طعنه بس عندي شنو احنا دي ما بسيطة عندك شنو؟ اي ما تصبر يا عندي حاجة ما محتاج لزول احمد الله اي خلاص بس الطعمة عندي طعمة ده شنو ما محتاج لزول دي؟ ما انت ما عليك انت هذول اسمعني انا ما عيان عندي طعمة اكشف لي اقنعني انك دكتور تكشف لي قول لي خش الستارة قول لي مش المعمل قول لي لكن انت بتتونس انت ما تضايق انا بس ابوي بس ما اصبر بس ما في موضوع كده بس اي بس دقيقة بشوفك يعني تنتهوا من موضوع العريس محاسن ماله؟ محاسن والله ده حسن والله اللي بتقل لي يا اختي وماشيين على الله انا يا جماعه داري قدم لها رسمي انا مش اخليكم تتونسوا اجيكم تاني يا اخوي مالك انت يا حاج في شنو هسه ما اصبر شويه بس احنا موضوع صغير الزوله دي مجهزه لان زمان ما لقينا طيب لكن يا جماعه انا ما ماشي انا عشان تاخذوا راحتك عرفناك عندك طعنه وتقول لي تعال ارجع المستشفى ارجع لجنس الحالات يا جماعه عيان والله العظيم يا حاج انت وجعك شنو وجع عليك قعدت خنتي